عمرك فتحت التلاجة ما لقيتش أكل؟ خرجت البلكونة ما لقيتش هوا؟ فتحت الحنفية ما لقيتش مية؟ العادي إن أي سفرية بنروحها بنكلمكم عن المكان كسياحة عشان تزوروا أنتوا كمان، بس المرة دي الموضوع مختلف. ما تروحوش كيب تاون دلوقتي بسبب داي زيرو. داي زيرو هو اليوم اللي هتتقطع فيه المية من كيب تاون كلها إلا أماكن قليلة جداً فيها حنفيات عمومية محددة واقف عليها حرس من الجيش. الداي زيرو كان في يونيو أو مايو، وإحنا في كيب تاون الشهر اللي فات اتقدم وبقى في إبريل. المشكلة حقيقية، وده شفناه بنفسنا لما كنا هناك. يعني مثلاً شفنا بنفسنا حجوزات سياحية كتيرة اتلغت، الناس بتقف طوابير عشان تملى مية، وعلى وشها قلق رهيب من اللي ممكن يحصل بعد كده. المياه المعدنية بتخلص من السوبر ماركتس والمحلات، الدش في الأوتيل دقيقتين بس، وفي الأوتيل اللي أغلى شوية 4 دقايق في اليوم. البسين ميته من البحر لأنهم مش لاقيين مية يحطوها في البسين. الفرد الوطني هناك هو اللي ما بيغسلش شعره وبيعيد استخدام مية الشاور بتاعه في سيفون الحمام. لا بجد، ده مش مجرد كلام، ده واقع. ومحدش يقول ما هي كيب تاون جت فجأة، لأن التحذيرات شغالة من 2014، بس محدش كان مصدق إن ده ممكن يحصل وبالسرعة دي. كيب تاون مش آخر دولة هيحصل فيها كده، لأن المناخ العالمي بيتغير ودرجات الحرارة بتزيد، وده هيسبب جفاف في أماكن كتير في العالم. البي بي سي منزلة مقالة عن أكتر 10 مدن مهددة بانقطاع المياه زي كيب تاون. القاهرة من أعلى المدن في الليستة دي، وعشان إحنا في هزاع وسافر شفناه بنفسنا، مش حابين لا نعيشه تاني ولا نشوف حد عايشه، وفكرنا نعمل مبادرة وبنطلب منكم تساعدونا فيها. احنا هنبدأ بنفسنا ونعمل حاجتين من النهاردة. اول حاجة هنقفل الحنفية طول ما احنا بنغسل وشنا او سناننا او بنغسل اطباق. تاني حاجة هنطلب من كل اللي نعرفه يعمل كده. دي زيرو للقاهرة ممكن يبقى كمان سنتين، ممكن يبقى كمان سنة، ممكن يبقى كمان كام شهر. مش لازم نستنى. لو شايف الفكرة بسيطة نفذها معانا، هي حاجة بسيطة بس هتحافظ على المية لفترة أطول. وخلينا نقلل شوية الكلام من نوع دي مشكلة الدولة مش مشكلتنا، لأن المية لما بتخلص بيبقى ليها سببين: عدم الاحتياط من ناحية الدولة، والإهدار مننا احنا كأفراد. ممكن نشوف ده كل يوم في مكان حوالينا، مش لازم نعيش الواقع المرعب عشان نبدأ نتحرك. عاوز تغيير؟ اتغير.